لما العجلة يا محمد؟ اليوم يوم التكريم، يوم الحصاد، يوم التباهي بنتائج الامتحان والتميز. نعم يا بني، فالقول ما قلته، إن هذا ولتعلم أنت وزملائك أن هذا الاحتفال والاحتفاء الذي تقيمه جمعيتنا الخيرية بمنطقتنا وقريتنا الحبيبة قرية النويدرات التي نقدم لها كل الشكر والعرفان وللداعمين وبالخصوص اللجنة القائمة على هذا الاحتفال، جاء من أجل حثكم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد في تحصيل العلوم والدرجات، لنراك وزملائك في هذا المحفل كل عام، وأعداركم من مزيد إلى مزيد، فترفعوا رؤوسكم وتوضحوا اهتمام أهاليكم بكم. شكراً لك ولأمي على مذاكرتكم معنا وحفظ دروسنا. بل الشكر لله يا بني أولاً الذي من عليكم بالتوفيق والسداد وكتب لكم النجاح والصلاح من خلال مفتاح هو أغلى المفاتيح، مفتاح رضا الوالدين، ولمعلميكم الأفاضل الذين لم يدخروا جهداً من أجل تعليمكم فلم يصبهم تعب أو نصب، بل سعوا بكل ما يستطيعون إلى تعليمكم. ولتعلم يا بني أني ما بحثت عن مهنة إلا ووجدت فضلها وفضل عاملها إلا المعلم، كلما بحثت عن فضله ظهر لي فضل العلم، فبالعلم تعرف الحكمة، والعلم داعي الفهم، ولا يؤخذ العلم إلا من أربابه، ولن يزكو العمل حتى يقارنه العلم. فتواضع لمعلميك مهما بلغت من الدرجات وارتقيت في المناصب، واحرص على الاستفادة منهم في أخذ العلم من أفواههم والاستفادة من تجاربهم خدمة لمجتمعك ولوطنك. نعم يا أبي، نعاهدكم على احترام معلمينا وتحصيل العلم خدمة لوطننا. أحسنت يا بني، فإن أفضل استثمار هو ما يكون في العقول، فهذه هي التنمية المستدامة. وأننا لنرجو من الله سبحانه وتعالى أن تقود السفينة وتمسك